نادي محمد أيوب عضو الاتحاد المصري لمنظمة حقوق الإنسان، مكلف من قبل المنظمة بإرجاع عمال أوقاف اسكندرية التي تم فصلهم بمعرفة معالي الوزير محمد مختار جمعة ابتداء من 1/11/2014. عدد العمال 4258 عامل حسب حصر الوزارة الأخير، حيث تم استبعاد ووفيات ما يقرب من 500 عامل دون النظر لأسرهم. مشكلتنا اللي احنا لغاية دلوقتي من 2014 لغاية دلوقتي ملناش مرتب ولا لناش جواهم على فصلنا. ماشي ليه تم فصلكم؟ فصل تعسفي، معرفوش فصلونا ليه مع ان كنا على مساجد. فصل تعسفي، جينا في شهر 10 قال لك ما لكمش مرتبات وانتوا بره في الشارع. انتوا بره في الشارع. تم تعيين ما يقرب من 1100 عامل، 576 عامل باجر مقابل عمل ما زالوا يعملون بمديريه اوقاف اسكندريه. 600 عامل تم تثبيتهم مرحله اولى. المرحله الثانيه البالغ عددهم 3300 عامل من 1/1/2015 حتى الآن، واحنا نحاول جاهدين مع الوزارة في إرجاع العمال. قالوا لنا دي مرحلة تانية، عملنا أكثر من وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء من أول المهندس إبراهيم محلب ونهاية بالمهندس شريف إسماعيل. 3300 عامل اللي هم خارج الوزارة حاليا تم استبعادهم بناء على الإقرار اللي تم توثيقه من الشهر العقاري بالتنازل عن سنوات العمل السابقة، وإن العامل يقبل العمل في مديرية في أي مديرية من المديريات التابعة لوزارة الأوقاف. العمال امتثلوا الامر الوزاره وتقدموا الايه الطلب الاقرار، وبناء على ذلك تم فصله. ايه طلباتكم النهارده؟ الطلبات ان احنا نرجع الشغل، يا اما فصل العمال كلها حيث تم تعيين بعض العمال بالرشوه والمحسوبيه، او ارجاع العمال كلها. مبتدا.com